أسرار الفاتيكان. الكنيسة الكاثوليكية أو الفاتيكان في نشأته كان مرتبط بالحياة السياسية وليه سطوة ونفوذ وتأثير فوق ممالك وأباطرة كتيرة. كانت قوة سياسية هائلة، فبالتالي كحال أي نظام سياسي كان لازم يبقى له أسرار خاصة بيه وأسرار كتيرة جدا، وده السبب اللي مخلي فيه هالة كبيرة من الغموض حول خزائن الفاتيكان، ودي هتبقى سلسلة هنقدمها لكم لأن فيها كلام كتير. خزائن الفاتيكان وما فيها من أسرار، وده من بداية تعيين أول بابا ليونوس في سنة 70 ميلادية تقريبا، ولغاية قوة الكنيسة الرومانية، ولغاية ما انفصلت عن الحياة السياسية في عصور حديثة. من أبسط الحاجات والأسرار الخاصة بالفاتيكان كانت مثلا بعض الشعائر الدينية والترانيم الخاصة بتسبيح السيد المسيح. كان في قس إيطالي اسمه جورجيو، كان قس في أحد الكنائس الرومانية سنة 1600 ميلادية عفوا، في نفس التوقيت ده البابا ده كانت ابتدت اكتشافات وابتدت تغيرات كبيرة جدا بتحصل في أوروبا والعالم، واكتشافات جغرافية وسطوة اقتصادية وانحدار لحضارات وبزوغ الحضارة الغربية في بداية العصر الحديث. فطبعا كان في نهضة ثقافية كبيرة، وده بينعكس عن جميع المجالات. ونرجع للراهب ده، القس ده جورجيو كان عنده موهبة التأليف والعزف الموسيقي والترنيم، فكان بيألف للفاتيكان نفسه معزوفات وبيلحن ترانيم من جمالها تشعر انك ارتقيت بجسدك لصفوف من الجمال والتراث، وتحس ان انت تسمع اصواتا عذبة جدا وجسمك اقشعر. في سنة بقى، وده اللي يهمنا، 1630 جورجيو كون ترنيمة اسمها إلهي فلتشملني برحمتك. الترنيمة دي كانت رجاء وإثناء على الله والتذكير وأفضاله والالتجاء إليه. إلهي لتشملني برحمتك كانت جميلة وعذبة، وكأنها بتسمعها فعلا وتنزل إلى قلبك. طبعا كانت ساحرة لدرجة ان الفاتيكان نفسه ضمها لأسراره ومنع على الناس ان هي تنسخها او تتغنى بيها او حتى تقلدها بأي شكل ممكن، ويظل الفاتيكان قافل عليها ولا يظهرها للعوام ولا يسمعها اليهم الا في مناسبات دينية. وكمان كانت في اسبوع فقط هو الاحتفال اللي بيعمله الفاتيكان في اسبوعه اللي بيحصل كل سنة، وبيعزفها في يومين في الاسبوع ده فقط، يوم الأربعاء ويوم الجمعة، وهم الخاصين بصيام الإخوة المسيحيين. كل سنة في موضوع أسبوع الفاتيكان في قاعة كنيسة سيستين التاريخية، وباستثناء اليومين دول ما كانش حد بيسمع المعزوفة دي تماما. فضلت المعزوفة دي من أسرار الفاتيكان لأكثر من 150 سنة، وبالصدفة بعد أكثر من 150 سنة، وبالصدفة في سنة 1780 وأثناء الاحتفال بالأسبوع السنوي للفاتيكان، والمعزوفة بتتغنى يومين في الأسبوع زي ما ذكرنا. طاقم الفاتيكان كان يجدو بها في مراهق طفل صغير عمره 14 سنة، كان موجود في القاعة يوم الأربع وممتزج. أول ما راح البيت طلع ورقة وقام بكتابة ونسخ تلك المعزوفة بالكامل من أولها إلى آخرها من ذاكرته في شيت موسيقي، كتب المعزوفة كاملا. تخيل موهبته وقدراته الخارقة لدرجة أنه قدر يحفظ فيها على الترنيمة دي كلها، وكمان يكتب الموسيقى بتاعتها على ورق من الذاكرة. في يوم الجمعة راح سمعها تاني في الاحتفال للتأكيد، وصلح كام تفصيلة دقيقة وروح بيها وهي كاملة مكملة كسر من أسرار الفاتيكان اكتشف الطفل المراهق. طفل عمره 14 سنة عرف يكشف سر الفاتيكان لمدة 150 سنة لم يحاول ولم يعرف ولم يكتشف أحد. وعلشان يثبت لنفسه وللناس إن هو موهوب راح للبابا،
وراه النوتة الموسيقية للترنيمة اللي هو سجلها كلها من الذاكرة، بل وعزفها أمامه. البابا كان واقف مذهول ومش مصدق إن ممكن حد يعمل كده، فما قدرش غير إنه يكرم الطفل ده، بل وأعطاه وسام Order of the Golden Spear، وده عبارة عن وسام بيعطيه البابا فقط لأعلى الفرسان اللي بيخدموا الكنيسة والدين المسيحي بشكل بطولي. طبعا كلكم دلوقتي مشتاقين عايزين تعرفوا مين الطفل ده. الطفل ده هو موزارت، واحد من اشهر العباقرة المبدعين في تاريخ الموسيقى على الاطلاق، واللي قاد اوركسترا موسيقي كاملا من هو عنده 7 سنوات فقط. الموسيقى الملائكية والمعزوفة الملائكية، او اللي هم بيقولوا عليها ملائكية، الخاصة بالفاتيكان تقدر تسمعها دلوقتي من ساوند كلاود. سيب لك الرابط في بطاقة الوصف، مش عشان حاجة، من شان تعرف يا غالي ويا غوالي، من شان صح تعرف هو أسرار اللي حافظوا عليها، وهي مش أسرار وكتابات، طبعا ده سر صغير قوي. تابعونا دايما في سلسلة جديدة لو انت حبيت نعملها، هنعملها ان شاء الله أسرار الفاتيكان. طبعا ده سر صغير قوي بس سر غريب قوي، في أسرار كتيرة قوي بتتعلق بالسفر في الزمن، وأسرار بأناجيل، وأسرار بقرآن، وأسرار مش كتير يتعلق بالدين الإسلامي والدين المسيحي والدين اليهودي، بل وشخصية المسيح. وهل أنجب أطفال؟ وهل تزوج؟ وهل أتم حياته؟ وهل عاش؟ وهل أسس الدين المسيحي اللي الناس بتؤمن بيها دلوقتي الفاتيكان عنده أسرار فيها؟ احترمنا جميعا لكل الأديان، احترمنا لكل الناس من كل المذاهب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبعا لا تنسى الاشتراك في القناة، وطبعا لا تنسى تفعيل زر الجرس. تسرنا دائما انكم تستمعون الينا، ادعمونا، من نقدم محتوى هادف، محتوى يفيدكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.